تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي الداخلية، تعلن مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لنهاية أكتوبر. خلال مشاركته بالاجتماع الوزاري لمجموعة 77 زائد الصين، شكري يؤكد ضرورة تعزيز الإسهامات المحددة وطنيا في مجال خفض الانبعاثات. رغم المعارضة الدولية الواسعة، بدء التصويت في 4 أقاليم أوكرانية على الانضمام لروسيا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فأهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر أكتوبر لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، هذا بالإضافة إلى توفير كافة أنواع السلع في إطار المبادرة بنسب تخفيض كبيرة. كما قامت وزارة الداخلية بتوزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب بالمناطق الأشد احتياجا في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية. استمرارا لدور مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من المبادرة حتى نهاية شهر أكتوبر لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 30% بمناسبة العام الدراسي الجديد. بصراحة المبادرة جميلة جدا، ولقينا أسعار رخيصة جدا وخامات وجودة عالية قوي قوي قوي. النهاردة كنت جاية مع مامتي وكنت جاية أشتري حاجات بتاعة المدرسة، وبصراحة يعني أنا لميت كل الحاجات. نشكر السيد الرئيس على مبادرة كلنا واحد، لأن دي موجودة معانا في كل المناسبات، في الأعياد، في حلول المدارس. 6 معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا و814 منفذا تتوفر فيها كافة أنواع المستلزمات المدرسية في إطار المبادرة، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء، وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت بالأسماء والعناوين. لقينا هنا حاجات حلوة قوي، من تشاكيل شنط مقالم وحتى الزمزميات واللانش بوكس موجودة. بنشكر السيد الرئيس على المبادرة ديت وبنقول تحيا مصر. كما تستمر المبادرة في توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% حتى نهاية شهر أكتوبر. وتواصل منظومة أمان طرح السلع بكافة أنواعها من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. واستكمالا للدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد، فقد قامت الوزارة ومن خلال منظومة أمان بتجهيز وإهداء حقائب ومستلزمات مدرسية للأطفال بالمناطق الحضرية الجديدة والمناطق الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن، وهو ما قابله قاتلو تلك المناطق بترحاب كبير وتقديرا لدور وزارة الداخلية الإنساني والمجتمعي. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. مبسوطة بالشنطة المدرسية عشان فيها كل الحاجات اللي أنا محتاجاها للمدرسة. شنطة المدرسة كلها فيها حاجات حلوة وكل الحاجات اللي احنا عايزينها. بشكر الرئيس ان هو بيجيب لنا اللي احنا عايزينه، واحنا النهارده مبسوطه قوي ان هم جابوا لنا شنطه المدرسه والظباط جولنا. مبادره كلنا واحد مبادره جميله جدا، شكرا للرئيس. شكرا ليك ودايما فاكرنا وتحيا مصر.
ولكي تصل تلك المستلزمات المدرسية إلى مستحقيها، تم إيفاد مأموريات إلى أماكن إقامة الأهالي في المناطق الأشد احتياجاً وتسليمها لهم. أنا اللي دايماً ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك. وشمل إهداء الحقائب المدرسية دور رعاية الأيتام وقاطنيها في تقليد سنوي تحرص عليه الوزارة في إطار الرعاية التي تقدمها الوزارة لهم. فتحت الشنطة ولقيت كراكيس كتير وأدوات كتير، كل حاجة بنحتاجها في المدرسة. النهاردة الموبايل كلنا واحد جد وجابت لنا شنط ولعب، وفتحتها لقيت فيها أدوات وزمزمية، وبشكرهم وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتظل مبادرة كلنا واحد تقدم الدعم لكافة فئات المجتمع لتخفيف الأعباء عنهم في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية وتوفير حياة كريمة لهم. كلنا واحد مبادرة إنسانية واجتماعية تسعى من خلالها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في كل مكان على أرض الوطن، سواء بتوفير السلع بكافة أنواعها بتخفيضات أو من خلال توزيع المساعدات العينية والإنسانية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 467 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 158 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط أكثر من 57 طناً، كما تم ضبط أكثر من 100 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 729 قضية، من بينها 66 قضية خبز ناقص الوزن و69 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري لمجموعة 77 زائد الصين على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعيات العامة للأمم المتحدة. وخلال الاجتماع استعرض شكري محاور الرؤية المصرية لتنفيذ تعهدات والتزامات المناخ التي تستند إلى ضرورة تعزيز الإسهامات المحددة وطنيا في مجال خفض الانبعاثات وتحديثها وتحقيق المزيد من التقدم على صعيد إجراءات التكيف مع تغير المناخ. كما أكد شكري ضرورة التنفيذ الفوري لتعهدات والتزامات المناخ وسط الوتيرة المتسارعة لتداعيات تغير المناخ واتساع نطاقها وحدتها. استعرض وزير الخارجية سامح شكري الجهود المصرية الداعمة للجانب الفلسطيني على شتى الأصعدة والتحرك مع مختلف الأطراف لتثبيت التهدئة في قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينتلاند على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعرب الجانبان عن قلقهما من تصاعد وتيرة العنف واتفقا على بذل المزيد من الجهود للتخفيف من حدة الاحتقان والحيلولة دون تدهور الأوضاع، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على الوضعية الحالية لمدينة القدس. كما تبادل الجانبان الرؤى حول سبل إعادة إحياء عملية السلام. تتواصل في مدينة نيويورك الأمريكية أعمال الدورة 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وتتركز الاجتماعات على العديد من الأزمات التي يشهدها العالم، بدءا من العمليات العسكرية بأوكرانيا مرورا بالكوارث المناخية وصولا إلى انعدام الأمن الغذائي. Algun dels aspectes que regula aquesta llei, com la coeducació com a principi rector de tot el sistema educatiu, l'obligació d'elaborar registres anuals de dades relacionades amb la perspectiva de gènere, l'aposta decidida per eliminar la bretxa salarial o l'articulació de plans d'igualtat a les empreses són capdavanters. Senyor president, senyores i senyors,
Fa un any, a través de l'informe La nostra agenda comuna, el senyor Antonio Guterres ens va transmetre un missatge molt clar. La capacitat de les Nacions Unides per donar resposta als objectius... أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرغبة في العيش بسلام مع إسرائيل، واتهمها بتعطيل تنظيم الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أشار الرئيس الفلسطيني إلى استمرار إسرائيل في الاعتداء على المناطق المقدسة في مدينة القدس، لافتا إلى التزام فلسطين الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة إسرائيل بتحمل مسؤولياتها. سيدات والسادة، إننا لا نقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقات وقعناها مع إسرائيل عام 93. اتفاقات لم تعد قائمة على أرض الواقع بسبب خرق إسرائيل المستمر لها، ورغم مطالبتنا لها بإنهاء احتلالها ووقف إجراءاتها وسياساتها العدوانية، وكذلك وقف كل الأعمال الأحادية التي وردت نصاً في أوسلو وقالها الرئيس لي شخصياً رئيس بايدن، الأعمال الأحادية يجب أن تتوقف، واتفاق أوسلو يقول يجب أن تتوقف، وإسرائيل أول من نقض هذا وتقوم بكل الأعمال الأحادية، ونحن لا نقوم بأي عمل واحد ولا نريد أن نقوم ولا نريد أن نخترق القوانين، لكن إلى متى سنبقى نحن الملتزمين وحدنا بهذه الاتفاقات؟ إلى العراق. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من نيويورك عزمه الدعوة إلى جولة ثالثة من الحوار الوطني لحل مشكلات البلاد. وقال الكاظمي في حوار مع شبكة الإعلام العراقي إنه سيشرح في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والمناخي والتحديات الكثيرة التي تواجه بلاده. وأضاف أن جميع قادة دول العالم مجمعون على أهمية دور العراق لترسيخ الاستقرار بالمنطقة. وفي اللقاء ذاته كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن اعتقال شخص اعترف بقتل المتظاهرين، مضيفا أنه سيلجأ لمعالجة مشكلة السلاح المنفلت بكل هدوء. وميدانيا، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن مقتل إرهابي حاول التسلل بالوديان شمالي غربي راوة بمحافظة الأنبار. وذكر بيان للإعلام الأمني أنه من خلال المتابعة الميدانية والرصد المستمر تمكنت القوات الأمنية من قيادة القوات البرية من قتل أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد أن حاول التسلل بالوديان قادما من أحد الأوقار شمالي غربي راوة. وأضاف أن قيادة عمليات الجزيرة شرعت بعمليات تفتيش واسعة ضمن قاطع المسؤولية. بدأت روسيا تنظيم استفتاء في 4 مناطق من أوكرانيا بتصويت من المتوقع أن تستخدمه لتبرير ضم تلك المناطق، لكن كييف قالت أن التصويت إلزامي، إذ يتعرض السكان لتهديدات بالعقاب في حالة عدم المشاركة. من جانبه، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن الحلف سيكثف مساعداته لأوكرانيا ردا على الاستفتاءات الصورية التي تجريها روسيا في الأراضي الأوكرانية. إلى منطقة لا عودة وصلت الأزمة الأوكرانية بعدما بدأت عملية التصويت على الاستفتاء على ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا، هي لوهانسك ودونتسك وخيرسون وزابوريجيا، وتستمر حتى 27 من سبتمبر في خطوة اعتبرتها كييف ودول غربية عدة صورية اعتراض غربي على التصويت. ف
فاعتبر حلف شمال الأطلسي أن الاستفتاءات الصورية في أوكرانيا غير شرعية. أما منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فشددت على أنه لا قوة قانونية لنتائج الاستفتاءات، إذ لا تتوافق مع القانون الأوكراني أو المعايير الدولية. ففي الاستفتاء على انضمام دونيتسك تم وضع 450 مركز اقتراع على أراضي المنطقة الواقعة شرقي أوكرانيا، كما فتح أكثر من 200 مركز اقتراع آخر في الداخل الروسي حتى يتمكن سكان المنطقة الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا من التصويت. كما تم طباعة أكثر من 1.5 مليون بطاقة اقتراع للتصويت على الاستفتاء في هذه المنطقة. وبالنسبة لمنطقة لوهانسك تقرر فتح 461 مركز اقتراع في المنطقة، بالإضافة إلى 201 مركز اقتراع آخر في الداخل الروسي. أما في منطقة زابوريجيا التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال الفترة الماضية، فقد وضعت السلطات المحلية الموالية لموسكو 394 مركز اقتراع. أما السلطات المحلية في منطقة خيرسون فقد وضعت 8 لجان إقليمية للتصويت و198 لجنة فرعية، فيما يتم فتح مراكز اقتراع للتصويت في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، بالإضافة إلى عدد من مدن الداخل في روسيا. وتتوقع لجنة الانتخابات المركزية مشاركة ما يقرب من 750 ألف ناخب في التصويت. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة ظلت على مدار عدة أشهر ترسل رسائل خاصة إلى موسكو تحذر فيها قيادة روسيا من التداعيات الوخيمة التي ستترتب على استخدام أسلحة نووية. وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها إن الولايات المتحدة أبقت التحذيرات بشأن عواقب الضربة النووية الروسية بأوكرانيا غامضة بشكل متعمد، وهو الأمر الذين ارتأوا أنه سيثير القلق قلق الكريملين بشأن الرد. وأوضحت واشنطن بوست أن محاولة البيت الأبيض زرع ما يعرف في عالم الردع النووي باسم الغموض الاستراتيجي جاءت في الوقت الذي لا تزال فيه روسيا تصعد من خطاباتها بشأن الاستخدام المحتمل للحرب النووية في ظل تعبئة تهدف إلى تعويض الخسائر العسكرية الروسية بشرق أوكرانيا. قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إنه التقى نظيره الروسي سيرجي لافروف لمناقشة خطة سلام مكسيكية تهدف إلى إنهاء النزاع بأوكرانيا. وقدمت المكسيك خطة للجمعيات العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع تقترح فيها اتفاقا لوقف القتال بين روسيا وأوكرانيا. وتتضمن الخطة المكسيكية إنشاء لجنة وساطة لتسوية النزاعات في جميع أنحاء العالم. وقال الرئيس المكسيكي أندريس أوبرادور إن اللجنة ستبدأ في الفور محادثات مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتوصل إلى هدنة لمدة لا تقل عن 5 سنوات. نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر فيه تصدي قوات الإنزال الجوي الروسية المظليين لهجوم شنته مجموعة من المدرعات الأوكرانية. وقالت الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بمحاولة هجوم فاشلة على مواقع للجيش. ذكرت الوزارة أنه تم كشف خطة الجيش الأوكراني في الوقت المناسب بواسطة الاستطلاع الجوي بطائرات بدون طيار. وخلال القتال تمكن المظليون الروس من القضاء على أكثر من 120 عسكريا من القوات الأوكرانية، كذلك تدمير العديد من العربات المدرعة والسيارات المصفحة. أعلن رئيس لجنة التحقيق المستقلة إريك مويس أن اللجنة خلصت إلى ارتكاب جرائم حرب بأوكرانيا. وقال مويس إنه بناء على الأدلة التي جمعتها اللجنة خلصت إلى أن جرائم حرب قد ارتكبت في أوكرانيا بناء على أدلة جمعت في 4 مناطق في البلاد. وزارت اللجنة 27 مكانا وأجرت مقابلات مع أكثر من 150 ضحية وشاهدا.
قررت الحكومة البريطانية مراجعة نظامها الضريبي لتسهيل إجراءاته. وقامت الحكومة بتخفيض الضريبة على الصفقات العقارية ببريطانيا ابتداء من اليوم. وقال وزير الخزانة كواسي كوارتينغ بمجلس العموم إنه تقرر توسيع قاعدة الدعم للعاطلين عن العمل فوق 50 عاما، إلى جانب تقديم خدمة التسوق المباشر دون ضريبة للزوار من الخارج. And effort to more creative and productive ends. Take the additional rate of income tax. At 45%, it is currently higher than the headline top rate in G7 countries like the US and Italy. And it is even higher than social democracies. حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي من أن العالم يواجه أزمة عاصفة، داعيا المانحين إلى منح بعض أرباحهم لمعالجة أزمة توريد الأسمدة ومنع نقص الغذاء. وأوضح بيزلي أنه يوجد 50 مليون شخص في 45 دولة يطرقون باب المجاعة، مشيرا إلى أنه إذا لم تستطع الدول الوصول إلى هؤلاء الأشخاص فسيكون لدينا مجاعة وجوع وزعزعة الاستقرار في دول العالم، كما أنه ستكون هناك هجرة جماعية. The peace-building fund has a critical role to play if the United Nations system is serious about our commitment to not only address humanitarian needs. أعلنت تايوان عزمها إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في مضيقها بشكل دوري. وقالت وزارة الدفاع إن المناورات ستجرى بالذخيرة الحية في جزر قرب الصين كل شهرين. وأضافت الوزارة أنها رصدت 452 طائرة و112 سفينة حربية صينية خلال شهر سبتمبر. صرح مسؤول أمني تايواني أن فرض حصار صيني على تايوان أو الاستيلاء على أي جزيرة بحرية سيعتبر عملا حربيا وأن تايوان لن تستسلم. كان المكتب الرئاسي بتايوان قد أعلن أن بلاده تريد السلام لكن ستدافع عن نفسها حال تعرضها للهجوم. هذا ولم تذكر تايوان تفاصيل ما قد تعتبره هجوما يستدعي الرد. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ضرورة الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان. جاء ذلك خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلينكين شدد خلال اللقاء على أن المحافظة على السلام والاستقرار بمضيق تايوان أساسي للأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين. ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات المسلحة الأدرية انتهكت وقف إطلاق النار مجددا، وفتحت القوات النيران من أسلحة مختلفة الأعيرة على مواقع قتال أرمينية الواقعة بالاتجاه الشرقي للحدود بين البلدين. وأشارت وكالة الأنباء الأرمينية إلى أن القوات الأرمينية قامت بالرد على إطلاق النار من الجانب الأدري ولكنه لم يسفر عن خسائر. اتهامات متبادلة تضاف لتبادل إطلاق النيران بين الدولتين الأوراسيتين أرمينيا وأذربيجان. فقد اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية القوات المسلحة الأذربيجانية بفتح النار على مواقع أرمينية في انتهاك لاتفاق لوقف إطلاق النار. وبرغم أن أذربيجان لم ترد بعد على هذه الاتهامات، إلا أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع اتهمت باكو أرمينيا بالقيام باستفزازات على الحدود المشتركة بإطلاق قذائف
نزائف مورتر وعبوات ناسفة على قوتها. وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين الجانبين هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 200 جندي في أكثر المواجهات دموية منذ الحرب التي استمرت 6 أسابيع بين البلدين السوفيتين السابقتين في عام 2020. وجاء الاتهام صباح اتهام رئيس الوزراء الأرميني باشنيان للقوات الأذربيجانية بارتكاب ما أسماه بالفظائع التي لا توصف، من بينها خصوصا التمثيل بجثث عسكريين وعسكريات أرمن خلال المعارك التي دارت بين البلدين الأسبوع الماضي. وفي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم باشنيان الجيش الأذربيجاني بقصف البنى التحتية المدنية، مما أدى إلى تهجير أكثر من 7600 شخص من ديارهم. ويبدو أن الماضي لا يفتأ يلقي بظلاله، حيث خاضت أرمينيا وأذربيجان حربين في تسعينيات القرن الماضي وفي عام 2020 من أجل السيطرة على ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه. وبموجب اتفاق تنازلت أرمينيا عن أراض سيطرت عليها لعقود، ونشرت موسكو حوالي 2000 عسكري للإشراف على الهدنة الهشة التي تنتهك من حين لآخر. لأول مرة منذ نحو 4 سنوات وفي تصعيد جديد موجه لبيونغ يانغ، وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية. حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان تنضم إلى سفن عسكرية أخرى في استعراض للقوة يهدف إلى إرسال رسالة إلى كوريا الشمالية. في خطوة قد تزيد من التوتر بين سول وبيونغ يانغ، وصلت رونالد ريغان حاملة الطائرات الأمريكية إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 4 سنوات. مسؤولون أمريكيون أكدوا أن وصول حاملة الطائرات هدفها الانضمام إلى سفن عسكرية أخرى، في حين تعتبره كوريا الشمالية استعراضاً للقوة. قائد المجموعة القتالية الأمريكية الأميرال مايكل دونلي أكد أن الزيارة كانت مخططة منذ فترة طويلة، وتهدف إلى بناء علاقات مع الحلفاء في كوريا الجنوبية وتعزيز العمل المشترك بين القوات البحرية. الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول كان قد دعا في وقت سابق إلى إجراء المزيد من التدريبات المشتركة وغيرها من العروض العسكرية كتحذير لكوريا الشمالية التي أجرت هذا العام عدداً قياسياً من التجارب الصاروخية، بعد أن فشلت المحادثات في إقناعها بإنهاء تطوير أسلحتها النووية وصواريخها. هذا وقد نددت كوريا الشمالية بالانتشار العسكري السابق والتدريبات المشتركة مع جارتها الجنوبية، ووصفتها بأنها تدريبات للحرب ودليل على السياسات العدائية لواشنطن وسول. قال مسؤول بأحد المستشفيات الإثيوبية إن قصفاً جوياً استهدف عاصمة منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا. ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن القصف أسفر عن مقتل شخص في أحدث سلسلة من الضربات التي تتعرض لها المنطقة منذ استئناف القتال نهاية الشهر الماضي. تعرضت ميكالي لما لا يقل عن 5 ضربات جوية منذ استئناف القتال بين قوات تيغراي وإثيوبيا في 24 من أغسطس بانتهاك لوقف إطلاق نار استمر 5 أشهر. قالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 901 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال 24 ساعة، منها 175 حالة ظهرت عليها أعراض و726 حالة بدون أعراض. سجلت الصين في اليوم السابق 775 إصابة، منها 165 بأعراض و610 بدون أعراض. هذا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة، لتظل الحصيلة عند 5226 حالة وفاة. أعلن الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي أن المدينة ستنهي الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق للوافدين الدوليين، وذلك بدءا من الاثنين المقبل. كان الوافدون من الخارج إلى هونغ كونغ يخضعون لحجر صحي بالفنادق لمدة 3 أيام يعقبه 4 أيام من المراقبة الذاتية. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن اليابان سوف تلغي الحد الأقصى للعدد اليومي للوافدين من الخارج اعتبارا من 11 من أكتوبر المقبل.
يأتي ذلك في إطار جهود طوكيو لتخفيف ضوابط مكافحة كورونا الحدودية ومن خلال إلغاء سقف الدخول اليومي، وتهدف اليابان إلى إنعاش اقتصادها الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم والذي تضرر بشدة نتيجة غياب السياحة الخارجية بسبب فرضها لضوابط حدودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. أكدت الولايات المتحدة إصابة أكثر من 24 ألف حالة بجدري القردة وفقا لأحدث البيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وقد أبلغت كاليفورنيا عن أكبر عدد من حالات الإصابة بجدري القردة، حيث بلغ 4753 حالة، تليها نيويورك وفلوريدا وتكساس وفقا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض. في الهند، ومع الفيضانات الشديدة، أغلقت السلطات الهندية بالعاصمة نيودلهي عددا من مقار الشركات والمدارس، وحثت السلطات الهندية السكان على العمل من المنازل بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات واسعة النطاق. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن قنوات الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي بثت صورا لسيارات تغمرها المياه على طول طريق في جوجرهاغرام، وهي مدينة تابعة لنيودلهي، شهدت هطول الأمطار بمعدل كبير خلال 24 ساعة حتى وقت متأخر من مساء أمس. أعلن إقليم جيانغتشي وسط الصين حالة تأهب من المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى لإمدادات المياه لأول مرة. جاء ذلك بعد انحسار مياه بحيرة بو يانغ إلى مستوى قياسي منخفض حسب ما ذكرت حكومة الإقليم. وقال مركز مراقبة المياه في جيانغتشي إن مستويات المياه في بو يانغ ستنخفض أكثر بالأيام المقبلة مع استمرار الحد الأدنى من هطول الأمطار. وقالت إن هطول الأمطار منذ يوليو أقل بنسبة 60% عن العام السابق. أطلقت وزارة الصحة 5 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تنطلق القوافل اليوم وغدا في عدة محافظات. تشمل القوافل الكشف والعلاج المجاني في جميع التخصصات الطبية بالجيزة والدقهلية ودمياط والغربية والوادي الجديد. نظمت مديرية الصحة بمحافظة دمياط قافلة طبية بقرية البستاني بمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم مختلف الخدمات الطبية للمواطنين. وأوضح مدير مديرية الصحة بدمياط السيد عبد الجواد أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة تتضمن كافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهازا للأشعة، مشيرا إلى صرف الأدوية للمواطنين بالمجان. قوافل علاجية وضمن مبادرة حياة كريمة موجودين النهاردة في قرية الوسطاني تابعة لمركز كفر سعد. مركز كفر سعد هو المستهدف في المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية. القوافل العلاجية من الخدمات المميزة جدا لوزارة الصحة، خصوصا أنها بتتميز بمجانيتها تماما بداية من قطع التذكرة وحتى انتهاء الخدمة. الحاجة الثانية كمان هي بتوصل للمواطن لحد عنده تسهيلا على أهلنا من كبار السن واللي ما بيقدروش يوصلوا لأقرب مستشفى مركزي ممكن يتلقوا فيها الخدمة. القافلة فيها كل التخصصات الطبية. كمان النهاردة بالرغم أن النهاردة يوم جمعة، القافلة بتشهد إقبال كبير من المواطنين لأننا بنقوم بالإعلان عنها قبلها بوقت كافي. وزارة الصحة بتنزل إعلان على صفحتها على الفيسبوك بالقافلة، بخلاف إن إحنا كمان بنخلي فيه عربيات تمشي في القرية تذيع عن وجود القافلة. يكون في لجنة التقارير الطبية بتحويل المريض بعد أن يتم كشفه في العيادات المختلفة الموجودة بالقافلة العلاجية، بيتم تحويله إلى المستشفيات المركزية التابعة لمحافظة دمياط، بحيث ان احنا نقدر نكمل معاه العلاج الى ما بعد القافلة.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من صور تزعم تجريف الحديقة الدولية بمدينة نصر وإزالة الأشجار النادرة بها تمهيدا لبيعها. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما يجرى هو تنفيذ لخطة شاملة بهدف تطوير الحديقة الدولية ورفع كفاءة جميع خدماتها مع الحفاظ على محتويات أجنحة الدول المختلفة المتواجدة بها من النباتات والأشجار النادرة، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي وجذب مزيد من الاستثمارات داخل الحديقة ورفع كفاءة الحديقة بما يليق بزوارها من المواطنين. تفقد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية دكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل استعدادات وجاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولي التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء للمشاركة بالتأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27. وأوضح دكتور أحمد السبكي أنه سيتم الدفع بأكثر من 500 طبيب استشاري بمختلف التخصصات، علاوة على حزمة الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة التي تمت إضافتها للمستشفى ليكون على أتم استعداد وجاهزية للتأمين الطبي لمؤتمر المناخ الحدث الأهم عالميا في 2022. ولفت دكتور أحمد السبكي إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي يجري تحويله كأول نموذج للمستشفيات الخضراء صديقة للبيئة في مصر. أجرى وزير الموارد المائية والري هاني سويلم زيارة إلى واحد سيوة لتفقد عدد من مشروعات الري بالواحة. وخلال الزيارة تفقد وزير الموارد المائية والري أعمال تطوير منظومة الري وخفض منسوب مياه الصرف الزراعية، فضلا عن تفقد عدد من مواقع آبار ومحطات رفع وتدعيم الجسور ببركة سيوة لتقليل الأضرار الناتجة خلال السنوات الماضية. تعادل المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم مع منتخب بنين بدون أهداف بالمباراة الودية التي جمعتهما على ملعب المكس بالإسكندرية. تعد هذه أولى مباريات المنتخب الأولمبي تحت قيادة مديره الفني الجديد البرازيلي روجيرو ميكالي الذي تولى المهمة منذ أغسطس الماضي. هذا ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراة ودية أخرى ضد بنين أيضا يوم الاثنين المقبل. يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في هذه الأثناء منتخب النيجر في مباراة دولية ودية تقام على استاد الإسكندرية، وذلك خلال فترة التوقف الدولي. وتشير نتيجة اللقاء إلى تقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد سجلها محمد صلاح ومصطفى محمد. وتعد هذه هي المواجهة الأولى للبرتغالي روي فيتوريا مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول. أيقونة شعر العامية المصرية الذي كتب التاريخ من خلال الأغاني والأشعار التي شكلت وجدان المصريين على مدار عقود، إنه شاعر الغلابة الشاعر الراحل سيد حجاب الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده.
نتحول إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت نهارا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وكذلك عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نهاية نشرة التاسعة، ولا يبقى سوى تذكرة بأبرز ما جاء بها. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي الداخلية، تعلن مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لنهاية أكتوبر. خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة 77 زائد الصين، شكري يؤكد ضرورة تعزيز الإسهامات المحددة وطنيا في مجال خفض الانتعاشات. رغم المعارضة الدولية الواسعة، بدء التصويت في 4 أقاليم أوكرانية على الانضمام لروسيا. نهاية النشرة، لكن التاسعة ما زالت مستمرة مع الإعلامية دينا عبد الكريم. مساء الخير يا دينا. مساء النور ميرفت، مساء النور رغدة، مبسوطة جدا أكون معاكم النهاردة. النهاردة طبعا أكيد بتكون حلقة مختلفة وموضوعاتها بتكون مختلفة عن أي يوم، لأنها بتكون إلى حد ما خفيفة. خفيفة وسريعة ولذيذة ونخلص بسرعة جدا. بالتوفيق إن شاء الله. أشكركم جدا، شكرا ميرفت، شكرا رغدة، وشكرا كل فريق نشرة التاسعة. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.